فيديو النهاردة هيكون عن إعادة تدوير برطمان إزاز باستخدام الديكوباج، وهنعمل الباك جراوند بتاعته بالكراكل بينتينج باستخدام مواد موجودة في البيت وبسيطة جدا. الأدوات اللي هنحتاجها: برطمان إزاز، ألوان أكريليك، وايت بلو. هنحتاج الوايت بلو الخفيف مش التقيل عشان بيدي نتيجة أحسن، ويت ديكوباج غير ديكوباج، مناديل بأي أشكال موجودة عندنا. أول حاجة هنعملها هنبدأ نغطي الغطاء بتاع البرطمان بلون أبيض علشان نداري أي لون أو كتابة موجودة، وبعد كده هنديله طبقة تانية هي اللي هتبان من الشقوق اللي هتتكون اللي هنعملها دلوقتي. هنبدأ نغطي البرطمان نفسه بالبيز اللي احنا عايزينه يبان من الشقوق. هنستخدم سبونج ولون اي الوان عندنا. انا استخدمت لون بني ولون تركواز، عملتهم بشكل مدرج كده مع بعض ودمجتهم في النص بحيث ان ما تبقاش يعني تو لايرز، ان احنا ما نبقاش عارفين الشقوق هتتكون الشكل ازاي، هل هيبان اللاين بينهم ولا لا. فاحنا بنبقى عايزينهم مندمجين عشان لو بانوا يكون الشكل مظبوط كده. خلاص كل البرطمان خلصناه، بنسيبه ينشف وبنعمل غطا بنفس الطريقه بالسبونج لون بني. بعد ما نشفوا خالص البرطمان والغطا بنبدا نحط عليهم طبقه من السكول جلو او اللي هو الغيره البيضاء اللي عندنا خفيفه بطريقه طوليه كده، مش بشكل مرتب، ممكن تعملي بالطول بالعرض بحيث ان الشقوق تبقى طول وعرض، بس انا اخترت ان اعملها كلها بالطول، وهي برضو بتطلع مختلفه ما بتطلعش دايما بالطول، فممكن تعملوا طول وعرض بحيث تزودوا كميه الشقوق اكتر كده. كل البرطمان غطى. بنسيب الغيرة على البرطمان لمدة 2-3 مش وقت كتير، وهي لسه ما نشفتش زي كده، نحط ايدنا الكل لسه بتعلم. نحط طبقة من اللون الابيض، مش لازم ابيض طبعا، اي لون فاتح، بس انا عملتها بالابيض بالطول. ما نكونش بنضغط قوي بالفرشة عشان احنا مش عايزين نشيل البلو ونخليه يتلخبط مع اللون، احنا عايزينهم يبقوا تو لايرز فوق بعض عشان لما ينشفوا يبقوا كل واحد بينشف بوقت مختلف فتبدأ تتكون الشقوق دي. بنسيبهم ينشفوا تماما، وبعد كده بنلاقي ان الشقوق بدأت تتكون بشكل واضح. طبعا الوقت اللي بتاخده عشان تتكون الشقوق بيعتمد على سمك الطبقة البيضاء اللي احنا حطيناها. بناخد بقى الرسومات اللي احنا عايزينها من المنديل ونشيل طبقتين، وناخد الطبقة الثالثة اللي فيها الرسمة. بنحط طبقة خفيفة جدا من الغيرة بتاع الديكوباج ونبدأ نثبت الرسمة، نضغط عليها بس بايدينا من النص، وبعد كده بغير الديكوباج بفرشة بنطلع من النص لبرة، مش بشكل عشوائي علشان الرسمة ما يحصلش فيها كرمشة. بنعمل نفس الفكرة على الجهة التانية من البرطمان كده. خلاص عملنا على الجهتين، بنجيب سبونج فيها لون بني ونبدأ نعمل زي خبطات على البرطمان من تحت. بنحط اللون مرة واحدة بس في السبونج، بنحط كذا مرة، بنحط اللون التقيل الأول على الحروف، ولما تبدأ تبقى فاضية بنبدأ نطلع لفوق
وعادي جدا ندخل على الرسم علشان نعمل بلند لكل شكل مع بعضه. كده بنعمل نفس الفكرة على الجزء اللي فوق من البرطمان، ولو في جزء تقل مننا اللون بسبونج تكون فاضية مفيهاش اي لون بنعيد عليها تاني فبيخف اللون شوية، وبنعمل نفس الحكاية على الغطا. وبعد كده بنديله بقى كنوع من انواع التثبيت طبقات من غير الديكوباج على البرطمان وعلى الغطا. كده البرطمان خلص، حطيت له الشريطه دي اختياري، وعملنا له كذا طبقه من غرق الديكوباج كحمايه. كده الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.